كل الخدمات مقدمة دكتور عيسى، خدمات زي ما حضرتك قلت أثرية وثقافية وترفيهية كمان لكل زائر، بتضمن له تجربة ممتعة وتجربة مختلفة في زيارة المتحف الكبير. عايزين نتكلم مع حضرتك يعني عن البوابة الأخيرة اللي تم تركيبها امبارح وكانت بمثابة تحدي. احنا عارفين انه في كل لحظة يعني وفي كل ركن من أركان المتحف الكبير العمل متواصل ومستمر، لكن تركيب البوابة امبارح او البوابة الأخيرة دي كانت بمثابة تحدي في تركيبها. هو حضراتكم متابعينا كويسين، اكيد في كاميرات مركبها لنا عندنا داخل قاعه العرض، وقع فيها ولا ما انا مش عارف. هو فعلا في امبارح تم تركيب اعمده ضخمه للملك ميرن بتاح، وبوابه ضخمه جدا، كان تحدي كبير جدا، اعمده تصل الى 7 متر داخل قاعات العرض الرئيسيه، لان قاعات العرض الرئيسيه منقسمه الى فترين واثار ثقيله على القواعد الرئيسيه. كان في تحديات كبيره جدا داخل الاثار الثقيله على قاعات العرض الرئيسيه. الحمد لله انا امبارح انتهينا من تركيب الاعمده الخاصه بالملك ميرن بتاح والبوابه، وبالاضافه الى ان في بعض البوابات ايضا الكبيره جدا للملك سوروسير تزن هذه البوابات اكثر من 40 طن تم الانتهاء منها. فالعمل في الاثار الثقيله داخل القاعات الرئيسيه في تحدي كبير جدا جدا، الحمد لله نجحنا خلاص. احنا في وضع اللمسات الاخيره والقطع يعني بسيطة جدا، احنا 97% من الاثار الثقيلة انتهينا منها، بالاضافة الى 99 من الفترين خلاص يعني داخل قاعات العرض الرئيسية انتهينا منها خلاص الحمد لله. وضع اللمسات النهائية خلال ايام هيكون انتهينا من كافة الاعمال ليكون المتحف جاهز للافتتاح بعد ان يتم تحديده من قبل القيادة السياسية. دكتور، في كمان يمكن خلال التشغيل التجريبي كان في ورش عمل بتقام للاطفال في بعض الاماكن بالمتحف، يعني كلمنا عن المضمون اللي كان موجود في الورش دي وفكره كمان توجيه ربما امكانيات ومميزات بالنسبه للاطفال وصغار السن ان هم يحرصوا ان هم يزوروا مكان زي المتحف المصري الكبير. هو طبعا هي ورش العمل مستمره يعني على طول داخل المتحف المصري الكبير. احنا بالمناسبة عندنا متحف الأطفال داخل المتحف المصري الكبير، وهو واحد من المتاحف المميزة جدا اللي هو بيعلم الطفل المصري الحضارة المصرية كيف نشأت، بينمي الانتماء عند الطفل للحضارة المصرية القديمة. هل ده معروض فيها دكتور قطع أثرية ولا قطع مستنسخات موجودة داخل متحف الطفل، عشان طبعا في تلامس مع القطع، الطفل بيتعايش مع هذه القطع، فطبعا ما ينفعش ان هي تكون قطع اثريه، فطبعا بيبقى مستنسخات موجوده داخل متحف الاطفال. بالاضافه ان احنا برضو عندنا كمان قاعه لمحاكاه الواقع الافتراضي داخل المتحف المصري الكبير، اللي هي بتتكلم عن نشاه الدفن عند المصري القديم وتطوره حتى وصلنا من اول للميكان بير لحد ما وصلنا لطريقه الدفن داخل الاهرامات. قاعه لمحاكاه الواقع الافتراضي، حضرتك بتخش القاعه بتلبس النظاره تعيشي تجربه فريده جدا جدا، بالاضافه الى تجربه اللي هو العرض التفاعلي لتوت عنخ امون. هذه القاعه موجوده لمحاكاه الواقع الافتراضي موجوده داخل المتحف. ده شيء عظيم، شيء عظيم جدا.